سؤال: لماذا نستخدم اللغة القبطية في الصلاة؟ وهل إذا صلينا باللغة العربية لا يصح، حيث أنها متاحة للجميع والإمضاء نحو طلبة في كلية تونس؟ إحنا بنصلي بعض القداس باللغة القبطية وبعض باللغة العربية، لكن في ألحان لو تترجمها عربي يضيع اللحن، هو متركب على أنه ينطبق على اللغة القبطية، مش ممكن أبدا. يعني اللغة القبطية تتميز بأنها لغة فيها فاولز كثيرة، فيها حروف متحركة، زي مثلا لما نقول مجدا وإكراما بالعربي أو glory and honor بالإنجليزي، بالإبتي أو 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 نم أو تايو، كلها فاولز. فمع الفاولز دي ممكن اللحن يمر، إذا ما كانش يبقى صعب، يبقى الألحان بتاعتنا تروح، والألحان دي تراث مفيد، ليس مجرد موسيقى إنما له تأثيره الروحي يعني. زي مثلا كنت بقول للبعض مرض وشية الفرابين، نقول بلدتي طول هجين افروش، تقول بالعرب اطلبوا عن القامة، خلاص رحت. وبالانجليز اينا تقول pray for مرح، وهكذا في ألحان كثيرة هتضيع لو ما استعملناش اللغة القبطية. كمان اللغة القبطية تذكرك بأنك قبطي، ما هو يجي وقت تنسى أنك أنت قبطي، يعني الأيدنتيتي بتاعتك الهوية أو الأصل هتفقده لافتقاد اللغة، لفقد اللغة. واحنا بنلاقي ان اليونانيين بيصلوا باللغة اليونانية، والاحباش بيصلوا باللغة الحبشية، والسوريان بيصلوا باللغة السوريانية، والروس بيصلوا باللغة الروسية، وهكذا كثير من الكنائس الارثوذكسية والكنائس الخدي، والارمن بيصلوا باللغة الارمنية. واحنا برضو بنخلي لك القراءات باللغة العربية وجزء باللغتي، والقداس غالبيته بالعربي يعني وبرشاك، والجزء اللي ما تفهموش خدوا مجلة تأمل في الصلاة العادية.